من الاجازه. طب انت ما جيتش ما عملت عرض، هسيب لك عرض ازاي وانت ما حضرتش العرض؟ فيضم لك الباقي ده مد الاجازه بتاعتك بدل ما كان 5 ايام او مثلا 8 ايام. طب يرجع موضوع الاجازه تاني ولا لا؟ لا، لو صدرت الاداره ممكن هو بقى بتاع شغل عامل مع الاداره يقول له مد الايه؟ مد الاجازه. من ده مثلا بدل 5 بقى 8 ايام. اجازه اعتيادي؟ تقدر يوم الاحد. ماشي. يوم الخميس قبل الاجازه عمل عرض ما جاش يعني. والله ترجع برضك الايه للسلطه. السؤال هل هي لا ما بقولك ترجع بدل ما لسه ما طلعش ولا عاملين. ممكن يمشوها عرضه؟ اللي انا اقصده مع حضرتك ان كان في كلام لازم في الموضوع ده. ان هي تكتسب كده ما تكتسبش كده. يا ريت لو حد في دماغك هيجي دوره ما تقلقش. كانت جذريه. بص يا عبد، هو طالما انك انت ما اقمتش الاجازه الاعتيادي مفيش عرض. انا اسف ما اقصدش حد في دماغي ده يعني اقلنا مش شرح حضرتك. لا انا قلت لك انا حدودي ايه؟ انا مش عيب ده اللي خلاني اطمن. انا بقول لك حدودي كذا. ليه؟ انا حكم شغلي انا لسه مديك طلعه وليا تدريبات ثانيه. لكن انت ايه؟ العيش كان بس لو كان نص. فهذا وجد الماء برضه دول 3 ايام ده شغلهم الاساسي. انا ليا جزئيه صغيره بتكلم فيها. اما حضرتك خدت الاجازه العارضه قبل الاعتيادي يحسبها لك عرضه لمده مثلا لسبب ان انت ما جيتش عاوز على المستوى ما جيتش عملت عوده للاجازه. لا مين بيجي معاك؟ معلش برضك ماشي ايوه طلع لي بقى اسم حضرتك حضرتك احنا قلنا ايه؟ قلنا العارضه بعد الاجازه الاعتيادي من حقها ليه ما تنفعش؟ ليه؟ عشان العوده، طب قبليها تمشي. ماشي؟ ممكن سؤال بقى النهارده؟ لا احنا جايين على فكره. بص يا استاذ احنا جايين هنا شفت قاعد تشتغل. لا احنا جايين لو مؤاخذه ان ايه؟ بدل طب رسم انا احدث مدير في القاهره يا باشا احنا كلنا جايين نتعلم احنا كلنا جايين نتعلم. اتفضل. حته الاذن طبعا معروف الاذن بعد فبرضه قال لك الاذن قبل الفتره المسائيه. يعني مفيش اصلا في الفتره المسائيه تاخير. لا مش في الفتره المسائيه لو الناس فترتين. مفيش في الفتره المسائيه عشان الفتره المسائيه. الفتره المسائيه قال لك مفيش تاخير. فقالوا لنا برضه ان ممكن يكون في اذن قبل. طيب نتكلم في دور 47 نتكلم في دور 47 صفحه النحاس قال لك الموظف اذنين والاذن ثلاث استثناء. خلاص؟ انا عندي نوعين من الاذون. إذن صباحي وإذن مسائي. والإذن الصباحي مصدر، يعني إيه مصدر؟ أنا بكرة ما عنديش حاجة. فبدي النهاردة أقول لك يا صاحبي تعمل لي إذن صباحي. خلاص؟ وبيجي في دفتر بيوم الانصراف بعد ما بتعمل إذن قدامك إذن مثلا ساعة أو ساعتين. طيب، ده الإذن الصباحي. في منه إذن تاني استثنائي. لمين بقى الإذن الاستثنائي؟ لمدرس الحصة الأولى ومشرف الحصة الأولى ومشرف الطابور اللي جه متأخر عشان صالح العملية التعليمية ما وقعهاش، أقول له روح أعمل لي إيه؟ هات لي اذن تعالى ونديله على اذن. مدير اداره المتابعه الاستاذ حسين الشام في المديريه والاستاذ امين الاستاذ حسن عبد التواب قال لك هنعمل مجموعه من العلامات اللي هي اكس او اكسين او الف واكس ونوزعها على مجموعه من المدارس. لما بخش اتابع في دفتر غير الصرافه الاقي الف وجنبه اكس بعرف ان ده جه متاخر وعمل له اذن صباحي. يبقى انا عنده نوعين من الاذن الصباحي، اذن مسبق واذن للضروره. الاذن المسبق ده من امبارح بشرط ما يكونش عندك حاجه الحصه الاولى الصبح. الاذن الضروره ان حضرتك كان عندك اشراف الطابور الصبح وانت ما جيتش او جيت متاخر والمدير استثناك وعمل لك اذن صباحي. بس مقفل عليه. مقفل اكس واحده. فما بعمل له الاذن يروح كاتب قبليها الف.
وبيمضيش. لا الراس الافراد عامل كده راس يزن. اكس والف تمام بيكون في الانصراف. طيب في اذن ثاني حضرتك انت جيت وقعت الصبح لكن ما عندكش حاجه اخر النهار فبتعمل حاجه اسمه اذن مساء في نفس اليوم. طب نيجي للفترتين بقى. وعليكم السلام عليكم. نعم. انا بس حاسس. وعليكم السلام عليكم. نيجي بقى حضرتك الفترتين اللي هي الصباح والمساء تيجي تقول لي ايه انا جيت متاخر في الفتره المسائيه اعمل لي اذن. قال لك صح نمبر براحتك اذن هنا عند الدكتور. عامل لك اذن ليك. طب ده بيتعمل بتاع الفتره الصباحيه اللي هي الصبح طبعا. انت غير الساعه 12 او غير 12 ونص عامل لك اذن تاكيد؟ ما عملتش اذن. لكن ممكن اعمل لك اذن مساء وانت ماشي لو ما عندكش حاجه. بتاع الفتره المسائيه. عامل لك اذن اخر النهار وانت ماشي. ليه؟ لان ممكن تجي لي متابعه اخر النهار تقعد لي على الدفتر كل واحد يوقع بنفسه. واللي ما وقعش يبقى خروج بدون اذن. اديني عامل الاسماء دي وانا هجي لك بكره من دين المدرسه او بعد بكره تكون عملت معاهم تحيه داخلي واخد صوره من تحيه داخلي. ممكن يجي لك الصبح فتره انصراف الصبح متابعه من مديريه او وزاره او اداره او ايا كان يقعد على الدفتر ويقول لك كل واحد يمضي لنفسه. وبعد كده يعمل حصر الناس اللي ما مضتش يقول لك حاجه من الاثنين يا اما تعتبرهم خروج بدون اذن ياخد فيها ثلاث ايام يا اما يسيبها لمدير المدرسه ان هو يعمل تحقيق داخلي معاهم واخد صوره من التحقيق الداخلي. في التحقيق الداخلي يقول لك ايه تم التنبيه عليه بعدم تكرار ذلك او انذار ما بيدوش جزم يا بس التنبيه انذار او لفت نظر ايا كان. ففي الحاله دي خلاص هو ما خدش منه جزء هو بس عمل اجراء قانوني معاه. ده بالنسبه ل لو جات لك لجنه متابعه قعدت على الدفتر في حاله الانصراف كل واحد بيقول لنفسه ان هو مش خد اسمائهم تعمل معاهم تحقيق داخلي اجي لك بجاره دقيقه او بعدها بيومين اخد منك صوره من التحقيق الداخلي. بالك؟ نتكلم على حته ثانيه؟ ها؟ هسألك حاجه. يعني نسبيا كده الاذن في الفتره المسائيه قبل الانصراف قبل الحضور ده لا ما فيهوش ما فيش لكن اديك اذن مسائي وانت ماشي اخر النهار لكن انت جاي الساعه 12 ونص من البيت اديك اذن ايه؟ احنا لسه مكلمين في الموضوع دوت قالوا فيه مين متابع اللي جالك؟ مين هو؟ سين. لا اقول لي مين؟ مش سين. ما انا راجل متابع اقول لي مين؟ حد من المديريه؟ لا يا استاذ الكريم لا مش هنحل مشكله احنا جينا نحل مشاكل جينا نحل مشاكل معلش ما جاش معلوم ده غلط او معلومته هو غلط نصحح المعلومه ما تنسى احنا وراك نصحح طيب هو يعني حد من المتابعه المديريه؟ لا طيب ماشي طبعا انا ايه؟ لا برضه مش خلاص بص هجيبك بص يا سعادة الرئيس احنا جايين هنا نتبادل مع بعض ونحل مشاكلنا احنا نحل مشاكل يعني اقول لحضرتك حاجه المديرية بعت ورقة اصل لسه ماضي الاذن ده ماشي المديرية بعت ورقة للتأخيرات وفي نفس الوقت ادي تعليمات شفهيه بالغاء التاخيرات ضغط التاخير. انا ما باخدش حاجه والحاجه الشفهيه باخد حاجه والحاجه واضحه. ادوني تعليمات داخليه ادونا تعليمات داخليه او تعليمات مطلوبه دي لاي حد داخليه للوزاره. فهتعمل ضغط تاخير يومي ضغط تاخير شهري. وبناء عليه ان شاء الله طبق عليك حاجه من 47 راح تمضي على حاجه اسمها اللائحه الداخليه للوزاره. الستين دي الأولانية التقديمات القانونية من 60 ل 120 قالت لك تمديد من 121 ل 180 قالت لك إنذار من 121 ل 141 قالت لك خصم فضلت كده لغاية 3 أيام دي اللائحة الداخلية للوزارة وضافت معاها ال 95 يحضروا يوم الأحد الساعة 10 صباحا بشرط لا يتعارض مع الناحية التعليمية. الاخت الحامل في الشهر السابع ليها ساعه تاخير بحيث انها تجيب تقرير من التامين الصحي دكتور امراض نساء او دكتور امراض نساء. مراتي ابنها هي اتلغت الساعه بتاعتها. الاخت الحامل ليها ساعه. اخر حاجه لو وصلت لي بالتليفون ان التاخيرات اتلغت. طب يا عم انا عايز ورقه عشان نخش اتابع على الناس واقول لهم دفتر التاخيرات اليوميه دفتر التاخيرات الشهريه واللائحه الداخليه معاك المستند اللي انت ترسلنا عليه عشان لو جالك اي حد قول له والله انا اتلغت عندي التاخيرات اليوميه والشهريه ورايح تجهيزات داخليه هنا على التاشيره دي. طبعا في المديريه ادوها شفهاتها
ما بلاش حاجه مكتوب بالك. قانون 47 قال لك ايه؟ قال لك كل 420 دقيقه بما يعادل 7 ساعات قصر الاعتياد. احنا كلنا ما بنشتغلش 5 ساعات او 7 ساعات. عايز حاجه عيد تاني؟ كل 420 دقيقه، كل 420 دقيقه بما يعادل 7 ساعات. اربع ساعات. لا يا فندم قول 47. انا قول 47. احنا تبقى التعليم ما بنشتغلش 6 ساعات. لا فترة واحدة ولا في تنسيق. لا ما طلعت تأخير وبتاع أربع ساعات. فهيت حتة اليوم بعدين. ده من أنا كنت أخير بيها دي. أنا كان قانون 47 صفحة النحاس سنة 87 وكل 420 دقيقة بما يعادل 7 ساعات يوم اعتياد. 155 بياخد حاجات من 47 عشان كده المعدل. فقال لك إن المدرسين ما بيشتغلوش 4 ساعات أو بيشتغلوا 6 ساعات أو 7 ساعات. فنطبق عليهم حاجه اسمها اللائحه الداخليه للتاخيرات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. جت مديرش المالية والاداره في المديريه قالت لا مش هنعمل ايه التاخيرات. طب دي ورقه قالت لا مفيش ورقه. طب ليه يقول للناس ارمي التاخيرات طول دي ورقه طول مفيش ورقه. فانت ترمي دي ورقه زي ما انت تديني ورقه رفع اللائحه الداخليه اديني ورقه الغي اللائحه الداخليه. ده بس من ضمن المعلومات اللي احنا بنقولها. نيجي لدفتر التحركات. اتفضل. هيمشي العملية التعليمية في المدارس؟ لا. هيظبط الناس؟ لأن هو كان بيطبق شهريا نسبة التأخيرات بتاعته على الموظف. طب ما احتمالات حضرية؟ تقدر تغيرها يعني بتبقى راحت معاه العملية. لو خمسة ستة مدرسين اتأخروا الصبح، ما أنا بوظت خمس فصول معايا؟ لا ما في حاجة حضرتك بقى. الخمسة ستة احنا قلنا بقى المدير اللي هو مخرب بيعمل إيه؟ أنا عندي خمس ست فصول بخمس ست مدرسين مهووش. أنا معايا السلاح شطة وعيون في حدود الإنصراف. شطرت على خمسه سته من المدرسين. جه وقت على نفس مطلوب ايه؟ اللي هي السلام عليكم. مش جيت انا سمعت لو خمس ست فصول ما عنديش احتياط ولا عندي اشراف. طب عندي خمس ست فصول فاضيين والعيل ما خدش قدام المدرس بيبهدل الظلم. بقيت انا محتاج انزلهم في الحوش كانت مشكله ثانيه. فقدامك الحل من الاثنين يا اما تستثنى المدرس ده تعمل له الاسم الصباحي تدخله تديله كلمتين كده. انت سمعت كده قبل كده؟ تعمل له كده كلمتين في الجو يعني كده. طب ساعتك تقول له خلاص خش الفصل بتاعك عشان ما تبقاش العمليه التعليميه وما تبقاش كده تاني وبتاع وكده. بعد كده قلت مشيت ووقعت معايا العمليه التعليميه. سواء انت مدير انت بعد مش هنعمل تعليم ولا لا اشطرت اكس واحده بس. لان لو اشطرت في حدود الانصراف انا بقى انا اشطرت في حدود الانصراف يعني اشطرت في الدور واعمل له اس. فرق كمان. بس يا جمال فرق جميل عشان تستفيد. خلاص شطب عليه. بس انا عجوز المدرسه. ايه ده برضه مش عندك هات واشرف؟ ما عنديش العدد بس. بص اقول لك حاجه. مدرسه انا اقصد اقول عادي يدخل الاذن ده. انا عن رايي مش ليها حل يعني. انا رايي بقول لك ما تخش الاذن. قانوني ما فيش اذن. فتره مسائيه انت بتجي الساعه 12 ما بيجيش الساعه 7 الصبح. طب ولا حتى اعمل له اذن الضعف. قصدي ساعة والله يزود على الصبح. لا الساعة بعد الظهر يعني الراجل. أنا حبيت الخروج كم ساعة؟ كم ساعة؟ يعني انت خروج عودة ولا خروج بدون عودة؟ خروج بدون عودة. يعني هو كان بيقول اذن ساعة؟ في ساعتين. في ساعتين في ثلاث ساعات اقصى حاجة. اذن ساعة ساعتين اقصى حاجة ثلاث ساعات. المديرية يا باشا رفضت الثلاث ساعات بيقول لك انت ما بتشتغلش يوم كامل. ليه؟ متابعة المديرية قالت كده. مين استاذ حسين؟
لا استاذ مش مستخدم معاه. طب قول لها طب اديني معلش معلش نازل الكول 47 بس احنا خلي بالك احنا شغال قانونين 47 و155 لا لو سمحت اديني حاجه بدون ان تفهم ممنوع تجوز 3 ساعات. انا قلنا كده بس لا احنا مش على قانونين الاذن 3 ساعات للضروره القصوى مش كل مره للضروره القصوى اديك اذن 3 ساعات لكن انت دلوقتي محتاج اذن ساعه او اذن ساعتين اديني ما عندكش حاجه صح مش مشاكل حوالك مش هديك ما نقدر من ناحية تانية. أنا هعمل إيه؟ هعمل لك مشاكل جوه المدرسة. هعمل وأجيب وأساوي وبتاع. خد بالك؟ طب ما تديله وما تتصل كل من إجازاته. في اعتراض تاني على الإكس. مين اللي اعترض على الإكس؟ الإدارة. تابع الإدارة. لا بص أنا التعليمات اللي جات لك دي جات لك من المديرية. أنا واخدها في التدريب مع الأستاذ حسين والأستاذ حسن والأستاذ طارق والله فايقة. تمام. أنا مغرم في جنب جلال فاهم المركز اللي هناك مركز المعلومات ايوه دي ده تقدير في اكس وفي جنب الاكس الف ده هو اسم استثنائي او اكسين او اكسين خلاص انت تعالى الاداره بقى كل ما تيجي متابعه من الاداره غير اكس دي بتكتب غير لا هو الاول كنا بنكتب غير الاول كنا بنكتب غير كل حضرتك معترض يكتب لك دفتر الزيارات ولا بلغ المديريه انا اتصلت بالمديريه وانا هو قاعد قال لي دي تعليمات يا استاذ من مش عارف منين استاذ حسين اتصلت على دي تعليمات جايه من شؤون الماليه قال لي دي تعليمات جايه من شؤون الماليه والاداريه والاستاذه فلانه وقالت كذا وقالت كذا وهو حر لا هو انت هو عايز يكتب معلش هو يعني المديريه تجوب الاداره المديريه اعلى من الاداره طب حضرتك كان عندي مدرس استنفذ خلال السنه 31 يوم واحد 31 يوم غير بعته على الاداره لا مش بعت على الاداره كل اجراءاتك انت كشف انا خدت الاجراءات الاول يا باشا انذار اول وانذار ثاني وانذار ثالث ما عرفنا احنا مش عارفين ايه الانذار الاول يعني بعد اربع ايام مثلا الانذار الاول لا ولا ثلاث ايام لا يا باشا معلش انا جاي لك بص عندك احنا كلنا جايين ايه نصب على بعضنا المعلومات ايوه انا بقول لحضرتك انت قلت لي 31 يوم بعد ما خدت الانذارات الثلاثه بعت الانذارات الثلاثه مواعيد الانذار الثلاثه ايه بقى عشان انا ما اعرفش حضرتك سبع ايام في الاول بعد كده بعد كده 21 يوم ده هو متقطعين لكن عند 16 يوم اللي هم ورا بعض برضه ببعت ان هو انقطع من العمل. طيب نوضح لسعادتك المعلومه. ماشي. احنا قلنا 5 10 15 متصل. 30 يوم متقطع. 5 10 15 يوم متصل. قلت ايه؟ 7 7 14 21 7 ده كده 5 10 10 15 16 متصل. خلاص 30 يوم منفصل. منفصل. في خلال ال 30 ابعت برضه 5 10 ايوه لو 30 منفصل دلوقتي جالك الموظف 3 ايام ما جاش سد من 5 بقى 3 ايام ما جاش وخاناته فاضيه في الثلاث ايام هتعمل معاه ايه؟ تعمل له انقطاع ولا تمديله؟ لا تمديله مش بكتبه غيره طب ما 3 ايام مقاطع 3 ايام تعمل معاه ايه؟ عشان مش متصلين لا متصلين متصلين 3 ايام متصلين انت اوراقك معاه ايه بقى؟ هتقول له استنى 5 ايام؟ لا برفع شكوى او بكتب طلب بشوف الراجل ده متغيب عندي 3 ايام وده شو قبل التحليل لو هو ما جاش شو مع مين هيجي في اليوم الرابع حضرتك مش هيجي في المرابع ثلاث ايام وجالي في اليوم الرابع ولا ما جاش انت غلط بيه هو ولا ثلاث ايام قال عندك ثلاث ايام وجالي اليوم الرابع ما جاش انا اول حاجه عندي 5 ايام لو متقطع اول حاجه عندي 4 ايام يبقى انا هعمله ليه في الثلاث ايام اللي بيحصل بقى نتكلم على الاغلب اللي بيحصل بتاع شو عاملين تنفصل بزمانه استاذ احمد فين بيقول عشان بقى ثلاث ايام ما جاش طب هو عايش ولا ميت مش هو غياب ماليش دعوه يا عشان مش انت كمدير الكلام بتاع شغل عن مين؟ ما انت كمدير قاعد في مكتبك معلش الملعب بعيد عنك دلوقتي لانك انت قاعد في مكتبك لكن انت ما نقدتش قعدت مع بتاع شغل عن مين تقول لي نختارك لا انا عندي علم حضرتك عندك علم المفروض ثلاث ايام بغيبه ثلاث ايام الرابع واربعه والرابع لو جه يوقع وممكن ايه ياخد بقى ثلاث ايام من اجازاته واعمل له بالخصم ده ما انا عايز او برفعه بالخصم للشؤون القانونيه وتصدى عليه ويجيب والشؤون القانونيه من حقها ممكن تخصم من رصيد اجازاته اذا كان رصيد اجازاته يسمح حسب راي الشؤون القانونيه مش راي انا ايوه حسب راي الشؤون القانونيه والشؤون القانونيه بتقول لك ايه يا اجازات عنده اجازات ياخد من اجازاته ممكن ياخد من اجازاته طب شافته ان هو متقرر في العمليه دي تقول له لا خد منه الخصم الخصم بالك خد منه الخصم فالنهارده بقول لك 5 ايام متصله 10 ايام متصله 15 يوم متصله او 30 يوم زي ما بعمل مع الطالب بعمل مع المدرس بس الطالب هنا يختلف معايا الطالب قلنا ايه؟ 7 14 21 وتعدى 31 ده شو الطالب 7 14 21 الطالب وبعدين فيما يتجاوز 30 يوم فيما يتجاوز دي ممكن تبقى 39 يوم خلي بالك الطالب خليني انا ساعتها دارس استاذه
حاجة تعبزني أي محادثات غير النوع أي حاجة لنا كلنا اسألني مش هعرف هتلاقي زميلي جاوب الطالب قلنا 7 14 21 وبعد كده فيما يتجاوز 30 وسبناه كانوا فيما يتجاوز 30 ممكن واحد 30 32 33 39 ما حددتهاش لكن لو قلت لك 34 يوم يبقى 34 هو معاك بعد كده قرار الفصل أما قلت فيما يتجاوز 30 يوم وقفت في واحد بعتها 31 في على 32 في على 35 في على 36 ماكسيموم 39 هل القانون قال بعد 32 قانون ماشي قال فيما يتجاوز ال 30 ممكن انا افصل على 39 يوم ما انا حريت القانون سهلالي بقى ما ربطنيش ما قاليش 31 يوم لو قال 31 يوم وانا فصلت على 32 يوم انا جاسر لكن قال فيما يتعدى 30 يوم زي الاجازات يقول لك من حق الموظف ايه 60 يوم فيما لا يتجاوز 60 يوم من رصيد اجازاته السابقه مع رصيد اجازاته الحاليه فيما لا يتجاوز يعني ما عديش ال 60 يوم من رصيد اجازاتك السابقه مع رصيد اجازاتك السنه دي ممكن اخدهم كلهم حته واحده لو انا في احتياج يوم للسفر تاني من حقك تاخد فيما لا يتجاوز 60 يوم من رصيد اجازاتك السابقه مضاف عليها رصيد السنه بس تقدم السبب ايه؟ انا ممكن اخد 90 يوم طب ايه السبب اخد 90 يوم؟ انا مسافر جات لي دعوه مسافر رايح لبنتي رايح لابني طب اليوم اللي مسكت الدعوه رايح لابني سرعت دراما الاجازات سمحت لي خلاص بطلع فانا بتكلم على فيما يتجاوز 30 يوم ممكن افصل على 31 32 33 34 لغايه 39 ما افصلش على 40 لا فانا قلت له مع شؤون الطلبه اقول له خلاص انا 34 للكل لأي طالب ابتدائي ولا اعدادي ولا سنة؟ على السنة ممكن في الاعدادي بيدفع 10 جنيه وخلاص على الغرامة ويخش على كده وانتهى الموضوع. ابتدائي طبعا ده ابتدائي واعدادي بس يعني وقت الاعدادي يقول لك ادفع 10 جنيه طبعا ده بس ابتدائي ادفع 10 جنيه وخلاص. يا باشا لما يجي لي متابع ويقول لي ازاي انت حضرتك ما بعتش انذارات او ما بعتش نظام الفصل بعد 31 يوم. قالوا القانون بيقول بعد وبعد 30 يوم كله كده يرجع لقانون 139 قانون التعليم ليه حضرتك احنا كوزاره عندنا اختلافات في كل حاجه؟ ما هو عشان احنا مش مطلعين وما بنديش تدريبات للمتابع هيتابع على ايه او الموجه هيوجه على ايه او مدير المدرسه هو وصفاته ايه او مسؤولياته ايه يعملها يقول له تعالى يا فلان انت بقيت مدير متابعه او انت بقيت موجه طب انا اساسا ما اعرفش حاجه في التوجيه سواء موجه تخصص او موجه مخازن او بعض فانا ما اعرفش فبيخش هو مش عارف انا فلان فلان الموقع انا مش عارف اتفضل نشرب الشاي يقعد ما هو مش عارف يا فلان تابع ايه ولا كان شغال ايه انه ما خدش تدريبات ده عيب وظيفته لكن انا بديك تدريب عفوا مديك اتفضل يعني حضرتك برضه لما بعت الانذارات الثلاثه شنو القانونيه قالت لي ايه؟ لا صيغه الانذار الاول مختلفه صيغه الانذار الثاني مختلفه صيغه الانذار الثالث مختلفه وانا حضرتك جاي من الانذارات من مدرسه الطباعه اللي في شغل تمام تبقى جايبها من ناحيه ايه كده؟ بص حضرتك ناحيه قانونيه انت عملت الانذارات اه وقلبتها في 6 مراسلات ايوه وخدت 6 مراسلات معاك او 6 رسالات معاك وثلاث انذارات بالمذكره ورحت على شؤون القانونيه قلت له اتفضل اتفضل بتاع الشؤون القانونيه شاف الصيغه القانونيه خطا قول لحضرتك اديني الصيغه القانونيه لكل انذار عشان بعد كده ابعتها لك صح والمفروض انت كشؤون قانونيه تبعت المدارس الصيغه القانونيه للانذارات للانذارات انا وانا مفهومي كده انا مش شغال قانون انا كتبتها مفهومي انا ان الراجل فصل ده غاب 5 ايام وده بعد كده 10 بعد كده 15 بعد كده 3 انذارات وقايلين في 6 ارساليات خدت 3 مذكرات وجيت لك ب3 انذارات و6 ارساليات ومذكره اديني دوره قانونيه في المكاتبات فالرد السليم يبقى انت كده براءه انا عملت الحاجه القانونيه بتاعتك 5 ايام بعت انذار اول على 6 ارساليات 10 ايام نزلت على 6 ارساليات 15 يوم نزلت على 6 ارساليات 3 مذكره من 3 خدت ال 3 في 6 ارساليات وعملت اشهر منهم انت كشوف كده تصرف بقى ترد عليا بقى ارفع اسمه ما ارفعش اسمه تخسره وتعمل له سوي ماليش دعوه تحر بس اسمه كده كده موجود عندي في الدفتر لغايه لما يجي لي الرد يجي لي الرد بتاعه الرد بتاعه بقى تمام يا استاذ مين الدفتر تحركات دفتر تحركات كان الاول معمول لمين؟ الاداري من التولدات المخازن تحت المكتبه فتحوا دلوقتي المدرسين ممكن انا محتاج مدرس دلوقتي في مضى وعايز اعرف ايه يحصل في الاداره
فقول له استاذ فلان انت طريقه طريقه على الاكس دولار الاغلبيه بيفرق بقى عشان المدرس ده بيتحول الكلب من المدرس خبطته عربيه من بره مين اللي شايفه السعوديه من اول الفراش لغايه المدرس قرب ازاي وعمل ازاي فقول له لا انت الدفتر تحطها يبقى انا كده امنته وهو كده كده مضى انصراف في دفتر كتب الانصراف بس عندنا دفتر ايه؟ تحرك هنخلي مثلا من حته ايه الخروج راح اجيب ساندوتش فرد اسمها يعني الفتره المسائيه ما انا فتره مسائيه فرد ان هو عنده حركات الصبح لا بيبدا الصبح لا هو بيبدا الصبح بعد الظهر ما يسمح ماشي ماشي حاضر حاضر هو حضرتك ده بيبدا الصبح بعد الظهر هو هيروح بكره ان شاء الله هو جاي عندي بعد وبكره في اشاره رسميه ان هو هيروح واقع عسل ولا ما وقعش؟ هو النهارده موجود اهو النهارده موجود خلاص النهارده موجود بكره ورايح بقى الاداره لا بكره بعمل له مقبره استنى ما تكتبش حركات لا حركات لو وقع في الدفتر وهيخرج من المدرسه لو جه وقع عندك وهيخرج راح الاداره راح المديريه راح الاداره اللي بنعمله بيمضي في حركات الحركه ليه؟ ما بقولك الصح بقى عشان تاني بقى تتكتب مقبوريه ما اعمله مقبوريه راح فين؟ راح مقبوريه الاداره وجبنا رد المقبوريه عندنا بقى عندنا في اللي انا فاهمه ان في فرق بين المقبوريه والتحركات ماشي في فرق بين بص ها في فرق بين الاثنين ما هو في فرق بين الاثنين اللي انا فاهمه بقول حضرتك ماشي ان التحركات دي ما هي تبع الاداره والمقبوريه ما تبع المدرسه لا بص حضرتك دلوقتي ما ينفعش واحد يوقع هي ممكن تبقى ما ينفعش لك حاجتين وقع وبعد الإشارة التليفونية من القطاع في فيصل عايزين الأستاذ سين الفن في المدرسة في القطاع لما تيجي تطلعها طلعت حركات ولا مقبولية؟ النهاردة ولا بكرة؟ النهاردة ما هتكلم على محمود حركات لا طلعها مقبولية خلي بالك من الحتة دي بقى هو رايح فين؟ أنا بقول لك الصورة أهو أنا دلوقتي جيت قضيت الصبح وأنا راجل مثلا فني على مسار الجمهورية ولا فني مصاعد مثلا وجه رئيس القطاع اتصل بمدير عام اداره الساحل او شبرا او بتاع وقال لك انا عايز محمود بتاع الفن دلوقتي بتاع المصاعد يجي دلوقتي القطاع وانا مضيت لما اجي من المدرسه لو المدير مش مخضرم هتلاقي يقول لي تحركات لا انا بقطع مأمورية بقطع مأمورية يكتب لي في الانصراف مأمورية واطلع بيها على القطاع ممكن المأمورية تقعد اسبوع ممكن تقعد يوم ممكن تقعد يومين وانا جاي ارد المأمورية ويكتب لي في الانصراف مأمورية مش تحركات حركات لفين داخل الاداره اتفضل يعني في عندنا احنا بنجيب كتب مثلا بتوع مسؤولين الحضاره نعم فعلا بيجيبوها دلوقتي بره خلصوا في الوزاره التحديث بتاع الكتب طب هل دي الوزاره جنبيها؟ طب ما في دي مأموريه ولا دي تحركات؟ تاني يوم بيروحوا فيصل قطاع كتب عشان يجيبوا كتب دي اللي ممكن تبقى مأموريه وهيكفل غالب اي حاجه بتتكتب في التحركات دلوقتي اقول لحضرتك حاجه ان بتاع في قطاع فيصل ممكن يقعد عنده اسبوع هو بيجيب الكتب يرجع في نفسه مش على الكتب بقول لك دي بقول لك لا ماشي ما هي حته الكتب دي برضه مأمورين لو هتطلع لو هتطلع اكتوبر بتطلعها مأمورين ثاني يوم لكن في نفس اليوم الكتب الحضاره في فيصل انت رايح المخازن راح المخازن اللي جنبه لا دي عادي بقى التحركات ان انا بجيب استلم كتب انت هترد تاني طالع على سبيل انت رايح فيصل او رايح اكتوبر لا دي مأمورين عشان دي مأمورين في نفس هو بقى مش رايح الاداره هو رايح القطاع في فيصل يعني بتكلم عن في حاجات في حاجات كده بقول لك رايح القطاع في فيصل فممكن في القطاع في فيصل رايح عشان يعمل ايه؟ هيصلح اسانسير او يعمل كهرباء ده مش ساعه ويجي ده ممكن يقعد عنده شهر هناك يبقى تقصد حضرتك انه يرجع المدرسه في نفس اليوم ويسميه تحركات؟ تحركات طيب خلاص نفترض ان هو بقى هيمشي بكره الصبح يروح الاداره ويرجع لي على المدرسه كويس هيمضي عندنا انصراف طب الصبح هيمضي ايه؟ بس على اعتبار بقى من كل التعرفات لا يجي يوقع وانت بعد كده على الواقع هو شغل الساعة 9 زي الأستاذ زي الدكتور حسن الإدارة الساعة 9 يعني ايه شغل الساعة 9 مش حسن هو تقريبا ما تقدرش بقى على الساعة 8 فترة مسائية فترة مسائية فترة مسائية ازاي هاكي المدرسة عام الساعة 12 وبعدين نرجع حركة الإدارة طيب ما تروح الإدارة الصبح وبعدين تنزل الإدارة على المدرسة تبقى وهي بقى على قوتي انا اعتبر دي رايح حاجة على قوتي وبعدين انا توقعين ازاي اعمل حاجة انا بس يا سلام بس عدت الرئيس مش مدرسة صباحية ولا مسائية يا أستاذ؟ مسائية طيب يعني الصبح مش على قوتك
استاذ مش رايح عن طريق الاداره خلاص صلحها مأمورية انا بس صلحها مأمورية لكن انت دلوقتي ممكن تسوق على قوته دي تندي بعد الظهر هي لا تضيع واحد استاذ الفاضل عشان بس نقرب نقرب ماشي الاستاذه معايا على تمام السوق راح اخلص ورق الاداره تمام وهتيجي بس 12 في الساعه تعمل لها مأمورية عشان لو جت الساعة 2 تعمل لها مأمورية عشان لو جت الساعة 2 وقت تنجد متابعة تشطب عليها قول لها دي مأمورية وليس التحركات بس احنا لسه متفقين لو ده بتمد عند انصراف بنسميها تحركات طب هي جت مرت عند حضرتك لحظة انصراف انصراف هتمد انصراف طب مش هتمد انا عامل مأمورية لسعادة الباشا ما انت عملت لها مأمورية دي الإدارة بقول لحضرتك هتيجي تمد عند انصراف اليوم اللي هي طلعت فيه المأمورية دي ما ترد الصراخ المشكلة أنا بس حاجة في حتة اليوم اللي هتمدي عندي دي صراخ يسمى تحركات ولا لا مأمورية عم في الحضور كده مأمورية وتيجي ترد عندي صراخ عشان أنا الصبح الساعة 9 وساعة 8 في الإدارة ولو ما جاتش نعم طبعا ده المأمورية خلي بالك عشان في حاجات في الواحد حاجات فيها لبس الأستاذة بعد الظهر توجهها بعد الظهر ولازم تروح الصبح الإدارة هتراجع مرتبات مثلا تمام فلازم الصبح اتأخرت هناك في الإدارة وما مضيتش عنه، وقت لازم تطلع عشان ترد عليها، قول له دي فرد ايه؟ مضيت التحركات؟ لا، التحركات لو مضت عند حضرتك في المدرسة. صباح. صباح أو مساء. صباح أو مساء. في التوقيع الأول. مضت في دفتر الحضور. تطلب بعد كده التحركات زي ما هي عايزة. لأن التحركات تتطور الانصراف فيها. طب هي من الصبح هتبقى في الإدارة. ممكن تقعد في الإدارة لغاية الساعة 2. وأنت حضورك الساعة 12. أنا عشان أأمنك بعملها مأمورية للإدارة يا سيدي. واقف في دورها اكتب مأمورية ولما تيجي من الإدارة تجيب رد المأمورية توقع. طب ولو ما جاتش نفس اليوم؟ خلاص ما تجيش نفس اليوم، تعالى تاني يوم. بس رد المأمورية هيجي لك بره تاني يوم. خلي بالك. طب السؤال بعد إذن حضرتك معلش. بعد إذن حضرتك قول يا باشا. احنا عندنا ما فيش حاجة في طريقنا يعني كله بيمشي بالفعل. لا احنا عندنا يعني مش حاجه اسمها مش حاجه اسمها عروض الاستاذه ويلا تيجي رد المأمورية بالك ما تجيبهاش كده ان شاء الله في جنرالش ما تعملش الشغل ما تعملش الشغل اما انا اضيع في السكه يعني انا اضيع عشان ما تجيبنيش على المأمورية انا مش بتاع حضرتك وقعد عندك في الساعه 9 لغايه الساعه 2 قلنا حضرتك المسؤول الساعه كذا واتصرف الساعه كذا وهو الرد ان انا انجزت العمل ده خلاص اه انجزت العمل يا سيدي وجيت جنبي اهم حاجه هي تكتب تمام ان شاء الله هتكتبها بس هرجع اعمل شهرين لا بس مسؤول حضرتك ايه؟ بيقول لك كده هتكتب وانا نازل اروح جايب ورقه النهارده واقول لك انجز المأمورية وغيرك اقول لك خد اتفضل لا احنا بنكتب عندنا نقطه عندنا نقطه بنكتب نفذ ده بينفذ اسرار على التنفيذ لو جالك توجيه وقال لك اديني بقى المأمورية تبع عربية ورد ما فيش رد المأمورية قال لك طب ازاي؟ التوجيه عندي فعلا النهارده المال اللي دخله النهارده هو توجيه بس احنا لا خلي بالك الخمس سنين دول طبيعي مالي وغيرهم من اشد وعلى طول ماشي طيب احنا مش هناخد بقى المحاضرة كلها الاستاذ عايزين برضه نستفيد طب عايز اسمع صوت ما اسمع برضه من حضرتك لا انا اسمع حضرتك انا اسمع صوتك هو عنده مشاكل يعني دي حل مشاكل هي مشكلة ايه دي هي المشكلة دي مش جامد حتى يعني الصبح عندي والصبح الدور عندي عايزين دخل صغير انا بس طب حضرتك سؤالك ايه بقى؟